ان شاء الله عيدكم مبروك. احنا بطبيعه الحال منذ 3 اسابيع شاعرين بالضيق هذايا، لانه ولينا اللي جاء مع الحقيقه من الجنس تاعتي تسبق الجمعيات، ونعرف الفتره هذه كنا رؤساء جمعيات انا ولا السيد الوزير، ونعرف شنو هو معناها المستلزمات الماليه والصعوبات اللي تلقاها الجمعيات. احنا بدينا تعرف ثم ترتيب اداريه وثم معناها ريليكا في الميزانيه، الحمد لله احنا يوم الخميس خذينا الاذن من وزاره الماليه مشكوره، وان شاء الله ربما يوم الخميس العشيه بدات العمليه الدفع عن الفلوس للبنوك نتاع الجمعيات، تاخذ 3 4 ايام، اعتقد انه ان شاء الله في وسط الاسبوع القادم كل الفرق باش تكون عندهم هكا الحصص هذيك اللي وعدناهم بها، يعني 100,000 دينار للرابطه الاولى، 50,000 دينار للرابطه الثانيه، 5,000 دينار للرابطه الثالثه.